من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي سيف يغير ارتفاع 6 انشز فيكون يعني 17 يتغير 17 سنتيمتر في الصيف وفي الشتاء كما تلاحظوا يصغر ارتفاعه نحو أعلى مترف في السماء بسبب هذا لأنه مصنوع من حديد للتميز قد وصلنا في بهاء من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز والعقرب لما يمشي مو ثابت في جميع الأحوال يعني ممكن إذا طلعتي على الفضاء وطلعتي على ساعتك نفسها اللي أنت لابستيها في الأرض رح تلاقي إن عقارب الساعة جدا بطيئة في الحركة مش زي الطريقة اللي انت تعودتي عليها مسبقا. إذا قدر الإنسان في يوم ما إنه يتحمل قوة جذب كبيرة زي الثقوب السوداء فنفس الشيء رح يصير. الكاسة ما طلع منها ولا أي شيء. فإيش تفسير هاي التجربة؟ هي خاصية التوتر السطحي الموجودة في الماء. طبعاً أكيد بنعرف خاصية التوتر السطحي كيف إنه في بعض الحشرات بإمكانها تمشي على المي تمشي عليها كأنها سطح بسبب خاصية التوتر السطحي. فخاصية التوتر السطحي كأنها عاملة غشاء للماء، فبالتالي ما تطلع المي لبرا تحجزها. قد تحقق حلمنا في فوزنا أخبروا بفوزنا هذا الأمر المنطق إنه يكون الجواب 1000 متر ممتع عشان أخذ الـ A أقسم 400 في طرفين ممتع 400 أشيل الأصفار عشان يسهل لي طلع لي الربع وكمان الثالث راح تكون A تساوي الثالث ربع ممتاز وهي ثالث 0.25 متر لكل ثانية تربيع قد وصلنا للتميز انقياء بين إصرار ووجد